ودي تحرق. ناب على روحي ما قدرتش ديت لا كلاص ديت ما قدرتش يحبس ناب في الدار داشي واش درتي الثلج جبت قاعة تاع الثلج ماشي واش وقع لك لا فين واش وقع لك ملي درتي مزيان اش درتي والو من بعد ما والو شي ما تاثرتي ما والو مرة كنت نقي وحدي حتى حركة في العورة غير عادية قلتي انت شحال في السن ديالك 50 انا لا لا 39 كي عايز تكون عندك شي حيه عجوز ايه لانك تبينك وجهك كانك كبيره في السن والله العظيم ما كتبان كبيره 39 وهذه ملاحظه ديال الحيه العجوز ما عمرك درتي وتاثرتي بها دي اسمع انا بصح ولا شي قلت لك تكون حركه بين الفخذين كين ديال الحياه يكون الحركه ما بين كتاثري بالحياه تاثر خفيف حركه تحسي بها تحسي بها لداخل ماشي نب حركه العارض سيتو في الفخذين وخاصه في الفخذين يعني انت مشات هاد طول هاد السنين ما عمرك عملتي شي حركه ولا صراخ ولا كلام ولا شي نهائيا كنت محرقه يقولوا لي انت ما بك والو ولكن طيب انا نتكلم معك انا وسط بينهم وبينك انت كتوس وكان الحركه هذه كتجيك منين انت مدر قاريه وواعيه ماشي انسانه اللي وفاهمه هذه الحركه اللي كتجيك لداخل اثناء الاستماع كيفاش كتوهمي لا اعلم اختك كتاثر كطيح وكلكم عندكم التعطيل فحتى الانسان اللي بغى يدرس الحاله خصو يدرس حتى الحاله الاجتماعيه ديال الناس و كيفاش هما امورهم النفسيه حسد بزاف علينا قلت لك الا لقيتها وحده المراه جات ما نقولش ان شاء الله جات ترقد في داندا عزت خويا صافي هي اللي دفنا تاع ما قدرتش ترقد في داندا خاصكم نرقد نشوف لما كلاب على داكو كلاب معمرين وقلت لك وحده مره شفت النمل خرجوا من الفراش تاعي على الحيط كامل بيناتهم يمشوا العقارب بعد عقرب واحد في يدي ندير له هكذا ولا ندير له هكذا عقارب سوداء لا حول ولا قوة الا بالله ان شاء الله صافي غير هذاك صافي يكفي وكنا فتحي اختي فتحيهم ما تفتحيهمش كاملين فتحي في الاول غير شي خمسة ولا ستة غير فتحيهم عندي تفاؤل شديد جدا كي كنا نلقي وحدي تفاؤل شديد ومش طالعين بزاف هذا والخدوش مزيان قرفة الخدوش من امتى بدو معك هذا الخدوش على الجسد كي بديت ندير زيت زيتون كنت ندير خمس مرات في النهار في اوقات الاذان جيد جميل بعد تظهر لهم قول لهم لخياتي قولوا لي بالك انت هكذا قول لهم لا لا ماشي نورمال هذا الخدوش وتركزت بزاف على اليد وفي هذه الجهه ومن بعد مره كنت نقول بك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء هذا كذا ظلت مكرر ظهرت لي ثاني هنا الخدوش واخرها وقتها ظهرت لي كي درت على الرحم الحجامه مباشره على هذا واو. هذه ما يظهرش والله هذا هما الحالات اللي خاصهم الاجتهاد معقدة جدا وبعد ولا وقت يقولوا لي كي نقول لهم هذه هما الاعراض اللي كي نسمع الرابع نعيم يقولوا لي بدله راح يسمع الموصيل حبيل البسك اي راقه باش تخفف الاعراض اللي عندك لداخل كيفاه وبالعكس شوف حنا كنا شوف واحد قال لي قرين تاعك لي يوسوس لك انا نقول لك حاجه باش نوضحك الصوره ملي كان ولي نقول الامانه صراحه والله العظيم ولو ان حنا كنهزوا المشاكل بسبب الاجتهاد ديالنا اقسم بالله فرق بين انني نواسيك ونبرد على داكشي اللي فيك ممكن ما تحسي بوالو تولي بخير وفرق انني نعطي الدق ونحاربو ونطلعو ويدوك المشاكل ويدو لي انا معك المشاكل باش نوصلو للحل ايهما احسن توصلي للحل وترتاحي ولا غير نخففهم عليك وتبقى ديما عندك نفس المشاكل ايوا راه هادشي هو اللي واقع راه الناس كتقلب دابا تقلب على السهله معظم المعالجين كيقلبوا على السهله ما باغيش مشاكل مع المرضى كيقول لك نطلعو نولي معاه في المشكل حيت كاين الشياطين كيوسوا للمرضى وكيديروا مشاكل حتى للمعالجين اقسم بالله هذه حقيقه ولكن المعالج اللي بغى يكون صادق خاصو يورك
فهمتي؟ خصو يورق، خصو يقرا مزيان، وخصو يشاهد مزيان، لان المريض اللي قلتي دير غيدير، اي حاجه بتقنعو بها تقنعو بها. بسم الله يلا نحط الباكينة حروقات يفهموا الحالة ما يحبوش. يلا بسم الله بسم الله، نبداو غنناقش معاك وانت في يلا. ندخل يلا. ايه قلت لك هذيك المرة كي دار لي الحدنة يقول على الحدنة، كنت نسمع عاشق الدم الزوهري عاشق، تما اللي دار لي الحدنة. صبحتي في الصباح قلتي الحدنة اثناء اثناء الاستماع. كنت في الخدمة، كنت في الخدمة ما كنتش غمضة عينيا قسي يدك محنية وفهم لشي واحد، قول له قول له دي مرضى نفسانية. ايه سير يلا بسم الله. نسيت ما زمزم، جبت بلاط يعني اللي احتاجيناه راه موجود بالكراط، الحمد لله عندنا اللي احتاجيناه راه موجود، زمزم موجود بفضل الله عندنا. يلا بسم الله الله المستعان. اي نعم نعم نعم. صبري صبري باغا نبداو. دوم ديش يعني شو توقع؟ لا هو ديس مش عارف توكي هذا واخد ديس نتو ديس يعني هذا هو المشا مش مش البحر. اه هذا مش علاش البحر خرج خرج عادي. الله العظيم لخص ايد كرسي وش الله اقسم بالله العظيم، والله الا قريت ايد كرسي وش اقسم بالله الا كلشي الضو ديز وكلشي عاد سبحان الله. زيد باقي لك نقول حاك مستعصية راه هادوك اللي في البلاستيك هادوك اللي باقي لي تما هادوك اللي في البلاستيك شي ماشي بلاستيك حطيهم فوق هكا تماما بس دوري على الناس مو صعب.
وليش ماشي قهوة ها؟ لا صافي اخي لا ما زالت ما وقتش فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته التابعين. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن ينصرنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. رسالتي قبل أن نبدأ بإذن الله جل وعلا في هذه الجلسة، صلاة عليكم طيبة موفقة مباركة وسائر الجلسات، لابد أن أبلغ رسالة مهمة جدا لها علاقة بما يعانيه المعالج، وأقصد بذلك المعالج الذي يعالج بستر وإخلاص. أسأل الله يجعلنا منهم ويبحث عن حلول الإصابات، يسعى جاهدا للوصول إلى الأهداف النبيلة التي من أجلها أرشد ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إلى العلاج والتداوي بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعلم أن الإصابات تختلف وتتفاوت، والجن والشياطين رتب ودرجات، والأبابيس كذلك رتب ودرجات. وحينما تكون الإصابة فيها ما فيها من التعقيد في عالم المظلم في عالم الأبابيس والصحراء، لا تظن أنها هينة أو يسيرة سواء على المريض أو على المعالج، فإن الشياطين تنقر بدهاء وبخفاء، والله المستعان. فعلى الأقل نواجه كيد أبارسة، لا نواجه حتى كيد الإنس. هذه فقط رسالة وجهها من قلب مشرف يحب الخير لنفسه ولغيره، لأن العقول خاصة المعالج يجب أن يبقى صافية الذهن حتى يمكن أن يعطي بفضل الله عز وجل. للأمانة صراحة لا بد أن يكون صافي الذهن حتى يعطي بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الوقت محسوب والوقت مهم جدا بالنسبة للمعالج وبالنسبة لأي مريض. هذه رسالة، الوقت مهم جدا لأي مريض، والله المستعان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، ومن أراد بنا سوءا أسأل الله تعالى أن يرجع كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميره، وأن يجعل دائرته عليه. وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل شر ومن كل سوء ومن كل أذى. أسأل الله أن يصلى على كل حاسد وساحر وكل شيطان مارد، اللهم آمين آمين. طيب الأخت الكريمة التي معنا اليوم بإذن الله جل وعلا قصتها قوية جدا، بحيث أن معظم المعالجين أصبحوا يقولون أنها عندها مرض نفسي أو مجرد تخبطات نفسية وصراعات نفسية، لكن حينما سمعت لقصتها تبين أن ثمة علة. المشكلة هو القناعة والصدق في الوضوح، الصدق في الكلمة. كنقول عندك علة خاصة تصوري، عندك علة خاصة نجتهد، وكيطلع بعد جد واجتهاد، وتوصى عندنا مئات المئات من الناس بفضل الله. عكس آخرين ما عندك والو، خرجي مع الباب باي باي سلامة، وهو ريح باله ريح نفسه، هو ما عنده حتى مشكلة. لكن أنت تقول الصدق وتبين للناس الخبايا والخفايا وتجتهد في تشخيصها وإظهارها من أجل العلاج الصحيح، ومن تطلع شيطان المارد كيدير لك مشكل، الله المستعان. يقول لك علاش أنا مخبعه وطلعتيني، راجي فكا معاك أنا غامل لك المشاكل زيد. عارف واش نلاقيها مع الجنون ولا مع البشر ولا مع الله المستعان. طيب خير ان شاء الله. فانا كنقول رساله من القلب، الانسان يعرف المسؤوليه اللي علينا، ارحمونا يرحمكم الله، لان والله العظيم
الوقت نفيس. كيف انت تبغي نجي نعطيك وقت خاصني ما تشغلش بشيء اخر، وما ادراك الوقت اللي جيتي فيه انت شغلت المشاكل ديال واحد بحال قبل منك او بعدك. اذا انا فوق طاقتي لا الام نهائيا، والله عز وجل هو يعلم السر، يعرف كل واحد كيفاش يتعامل. والا ما كناش غنحملوا هذا الهم في الوعي ونشر نشر العلم الصحيح في الباب والدقائق الصغيره والكبيره في هذا المجال نجليها ونكبرها بالمجهر ونبين حقائقها. وفي النهايه الله المستعان كيجي وحدين كيديوها بارده وما عندهم حتى مشكل والله العظيم، وكيجيو عليك داو علاج ويخبطوا خطها هنا وهنا ويخطئون هنا ويكذبوا على الناس وانت كتحمل الضريبه. واش بغيتي ولا نكونوا بحالهم؟ اسهل ما يكون اولي نشيط مبتسم عادي وكل شيء فرحان وابيع الوهم حينها وكل شيء غيكون راضي، لان احنا في صدر الزمان الصدق فيه ضريبه قويه جدا. ولكن كنقولها وكنعاودها، احنا عاهدنا الله على الصدق وعاهدنا الله على الصراحه وعاهدنا الله على الوفاء وعاهدنا الله عز وجل على العطاء والقوه في الالقاء وفي كثير من الامور. لكن اذا راينا ان الامر يعني فوق طاقتنا فلا نلام، لن نغش ابدا، لكن المنهجيه التي نتبعها سنبينها، لكن ثق ان الساحه ستفقد مجتهدا. وهذه رسالة من القلب، وألتقي بكم على خير وأراكم على خير، وأقول لكم منهجيتي كمنهج أ و ب و س و د وهكذا عادي، ومن أراد أن يأتي يأتي ومن أراد أن يأتي لا يأتي. أنا لا أتكلم عن نفسي في ذمتي الآن، وجب علي أن أكون معهم جدا مجتهدا، أتكلم على ما بعد المرحلة، لأنها خلاص خلاص ما بقتش خاطر بما في كلمة من معنى. الله المستعان. طيب خير، وحينها احنا خوينا الساحة جروا فيها طول الوقت ما يسر لنا ولكم. طيب، واي واحد كان كيتمنى نعم يساعده، الاثم على من كان السبب في هذا الشيء. اقولها لله في طوافي وفي حجي وفي عمرتي ساقولها دائما، عاهدتك ربي، لكن السب على من كان السبب، السائل لله وعلى من كان السبب. الاسم والاسم على ما كان السبب، لان ما قصرناش ولا يوم بالليل وبالنهار، حتى في عز المشاكل ديالنا كنا دائما موجهين وكناخذوا دروس وكنعالجوا الناس. لكن خلاص والله لم اعد اخطر، والله ما بقيتش خاطر على ايه. الاخت تقول القي نفسي، والعلامات التي تظهر هي الم الكتف والتثاؤب الشديد والتنميل الأطراف ورمش العين والخدوش خاصة في اليد اليمنى ونبض كالعقد في الفخذ وحركة غير عادية في العورة. وتقول أثناء الرقية يحاول يحاول أن يتقوى ويتحدى ويأخذني إلى النظر إلى الحرام أو النظر إلى المرآة لمدة طويلة. تقول عندي مشاكل دائما في البيت وعدم التفاهم ما بين كل الإخوة، وعدنا الكره والحسد ما بين الإخوة والأخوات، وعندنا مشاكل البنات مع الأم والذكور مع الأم والأب، تعطيل الزواج 10 أفراد كلهم عندهم تعطيل الزواج، وحتى من تزوج طلق. وهناك مشاكل خاصة عند البنات، وكانت هذه المشاكل عندهم أثناء الزواج كره الزوج. هناك من لديه اصفرار الوجه وبقع بنية، وكذلك يشتكون من القولون العصبي والخوف الشديد والشرور الذهني والانعزال ووجع الرأس.
مشاكل في الدورة الشهرية وتشويه الجمال وحب الشباب. هناك بعض الأفراد يحب النظر إلى المرآة والتكلم والنظر من أجل التزيين فيبقى مدة طويلة. المنامات تقول أختي الكبرى ترى حمار يضربها. قالت أنا رأيت حمار أبيض، وأمي ترى أن جدتي تقول لها أن لها علاقة بالحمار، وأختي أخرى ترى رأس حمار أثناء الرقية. كلهم يرون الحمير أثناء الرقية أو في الأحلام والمنامات. أرى امرأة أعرفها جاءت لتحتفل بالماسونية وتبحث عن أمي. أرى شخص يقول لي وجهكم شيء كفن، وأرى آية من سورة العاديات والقبور. ترى أختي سياج حول البيت. جاءت جارة في مناسبة لتنام في بيتنا، وفي تلك الليلة لم تستطع النوم لأن كلما نامت رأت في المنام كلاب حول البيت ينبحون. أرى النمل تصعد على جدار غرفتي تتخللها عقارب سوداء، وهناك عقرب تسلل إلى يدي. رؤية الملوك وآل مكتوم سطح الطائرة. الله المستعان. رؤية ملوك بريطانيا. رأيت ثلاث مرات الديكة في حديقة البيت، ومرة يصدني ويمنعني أن أذهب إلى البيت. رجل أعرفه يريد أن يخطبني، ورأيت ساحرة تنظر إلى وجه وتقرأ وتقول لي لن تتزوجي أبدا. أرى من يطعمني في المنام أكثر من مرة، وأرى العنكبوت، ومرة رأيت العنكبوت لديه أظفار أظافر. رأيت الحياة باللون الأسود، حيتان باللون الأسود يتشاجران. أرى ثعبا أسود على حبل الذي ينشر على الملابس حينما كنت أستمع إلى رقية العهود. رأيت مرة أدخل وأختي إلى غرفة سرية بها جن وصناديق مملوءة بحبات اللوز. ترى أختي أسد يعطيها وردة حمراء. عندما سمعت دك الحصون للتيجان أرى نصراني بأجنحة بيضاء. عندما سمعت رقية تشخيصية رأيت ثعبان أحمر يقظة وفي المنام مع اعتداء علي شخصيا. عندما تركت صورة النور ويوسف في الليل تتكرر أرى ملكة ديانا. طيب، رأيت شخص يدهن شعري شعري بالزيت بالبترول، وأشخاص ببشرة هندية. رأيت مثلث وجدول وحرف شين وأستاذة الرياضيات، كذلك خنق من طرف الشيطان جهة العنق وآخر القفا، وأستيقظ مع الآلام.
وهذا عندما حجزت موعد عندك. لم أتأثر لا بدون الزيتون ولا بشرب ماء زمزم أو الغسل به ولا بالخلطات، لكن تأثرت بماء البحر عند الاستفراغ وعند سماع دك الحصون يستحيي المأكول بالدم. أخرجت سائل أصفر ورغوة بيضاء وكبد نيئ. تأثرت برقية العاشق الدم الزهري الخادم للسحر المأكول والمشروب بدم النجاسات. ضغوط جينية في اليد اليمنى مرتين ورقية الحيات الحاسدات الماسونيات. عذاب وحرب، نبض على الرحم وحركة في الفخذين والأرداف. رقية العين الخبيثة الحارة المعجرة. رؤية قطة سوداء ذات أعين حمراء وحركة الأيدي وألم الكتف الأيمن. أتأثر بكلمة ساحرة شيطانة حينها أشعر بحركة في الفخذين. رقية قوية أتأثر بها لفك العقد والسلاسل الأغلال لإبليس، وكذلك لإنفجار على القلب وتمزق الرحم مع النبض. أتأثر برقية دك الحصون وإبي الساحر حجب التأثير الرقية والقرآن اسمع مزيان وحجب الجلع النطق حين أشعر بألم شديد على الرأس. ما فهم غير كيف فهم، يعني كان قوي كان فهم، وهذه والله تمصاد، والله بالله وطالله تمصاد. والرقات كلهم يقول لها عندك مرض نفسي ومتحدة، ولكن شحال قدي حاله وحده ولا كل شيء حالك يؤدي معقده وكنخدم معاهم بصدق، ولكن راه تلجو مابقاش كيعاونك. شوف بزاف ليس كل ما يعرف يقرا. اقسم بالله الا قربت نحط السلاح، اقسم بالله حتى قربت نحط السلاح وانا اعي ما اقول، بل نفسي عليه حق كثير، والله ما اعطي حقه الله ولا واحد في المئه. ومع ذلك تقول الاجر من عند الله والثواب ماشي منن، لكن يا ليت قومي يعلمون. انت واحد ما كيعرف نهائيا، تحدى اقرب مقرب لا يعرف هذا الانسان شنو هز في راسو. حسبي الله ونعم الوكيل. انا كل مره كنزمع انا كنقرا وكنمص مشاكل هذا السيد باش نخرجها باش نعيش معاه ونلقيها، خاصني نعيش حياتها. كنشحن دابا وانا اصلا مشحون، وكاين اللي كيقلبوا على السهل وعايشين بخير اقسم بالله. وانت طيب تاثر بكلمه متكبرون والمتجبرون، يعني جبارون متكبرون. قلب يتألم، هي كتبتها حين القلب يتألم. يتأثر أتأثر بكلمة إبليس وعذاب. يا لا يتأثر بالقرآن، حينما تقول إبليس لا يتأثر بالقرآن هي كتشعر بعذاب أكنه قوي لا يتأثر بالقرآن. والآن فعلا هكذا تتأثر بقية المرصود والتلميش إلى الأطراف. رقية الموروث المشترك النبض فوق الرقبة. رقية المسلم أنا في مقدمة الرأس. استأثر بدك الحصول الملك وإبليس على الرأس والقلب. تأثر بصورة الملك وآل عمران دوران في الرأس إلى القلب. ورقية كذلك المبايض والرحم القلب يتألم. أنا قلت بفضل الله فهمت، لكن أنا تكلمت مع الأخت تقريبا والبارح وتكلمت معها البارح. الأخت جاءت لما كنت مسافر، لما كنت في السعودية تواصلت معي على الخاص، قالت لي أنا موجودة في مراكش. قلت لها أختي أنا لن أكون في مراكش إنما في الدار البيضاء.
بالفعل الأخت قامت بجلسات مع الإخوة هناك، وقامت بجلسات مع الإخوة هنا للأمانة تكلم معهم. فالأخت جزاها الله خير، قلت لها شوف إذا كان بغيتي علاج صريح أنا ما غاديش نكلف في يوم يومين، خاص الأيام. فأنا مديتها بالأمانة اللي كانت ديال العلاجات، رديت لها علاج باش توصل للعلاج، لأن شقريت الحالة معقدة واش حتى الفلوس اللي عندي قدوها، لكن هي غير الأمور الخاصة باش العلاج. ما عليناش ماشي هو الموضوع، الموضوع غير باش نوصل لكم أن كي اللي غادي ياخذ لي هذوك الفلوس ديالها يقول لها تشافيتي وسيري، أنا اللي خليتهم ليها باش نقول لها صبري باش تعالجي، لأن غتاخذي وقت. روح لك الباب كل المجال ديال المركز كله باش تعالج. وكنقسم بالله واخا هادشي كنديرو، كيجي واحد جوج كيغيروك العقل تاعك كامل 360 درجة. هادي رسالة باش تفهم. ومع ذلك لا خدمة لا خدمة بالنية ونخدمو بالمعقول، هذا هو اللي كاين. واخا النية والمعقول كيجيب لي المشاكل. بعض المرات كيكون الإنسان مزيان لكن كتطلع في داك الشيطان كتولي في مشكل مع الشيطان، مكيجيش بشكل مباشر، كيدير لك مشاكل والله العظيم أقسم بالله. أو أحيانا كيشوفوني على المباشر كنجتهد كيجيو شياطين إنس وكيحرضوا عليك ناس، يحرضوهم عليك ولا كيبقوا على الأبواب ولا تتصلوا بهم على وسائل التواصل. علاش؟ لأنه عارفين ما وصلوش داك الشيء اللي وصلتي ليه بفضل الله تعالى، خاصة أنهم فشلوا. كندخل راسي في صراعات كثيرة بزاف في كل الجهات، علاش؟ لأن عندي قوة في الشخصية ما كنطيحش، كتجيب مشاكل. فعلى أيه؟ على أيه؟ نبدأ بإذن الله تعالى. ولك أنت عندك قوة شخصية كنقصد الشيطان الموجود في الراس، واللي تملك الرحم القوي، اللي تملك السلالة والزهرية والدم. احنا بإذن الله أعطانا الله قوة شخصية. وفين كاين المشكل؟ مفهوم؟ أين المشكل؟ عذبتها كثيرا، الذلة والهوان، لا زواج تشوي جمال، وأجزم أن عند حي عجوز، لأن قتلي عندها 36 عام أو 32 عام، وكتبان كأنها قتلت أنا قتلت عندك 50 عام، بالصراحة، كتكلم بالواقع، لأن هذه علامة العجوز التي فعلا لما أستمع إلى رقية العجوز أتألم ونبض في فخذي. الآن الشيطان صعب، اسمع مزيان، اسمع الشيطان الآن صعب لكن صعوده خفيف. اللي كتقول لي عليك المستوهمية ما كيصعبوش، إن شاء الله جايين في الطريق بإذن الله. ها مبدعو مفهوم. لكن من خلال ما سمعت كاين أبالسة، كاين عاشق، كاين ساحر، كاين أصحاب الملوك والتجار قسموها في البطن والرحم. مفهوم. هناك أسحار كثيرة وكبير بجنودي وخدامي. شو غير الكلمات هي رفعها، الكلمات تخليهم يتهزوا كاملين. علاش؟ لأن هذه الكلمات كيشعروا بها أنها موجودة. مفهوم. لأن كيقيسوا طاقتك، هالتك، أو قل قوتك، شخصيتك، قربك، صدقك، تعاملك الجن كتعرفوه. ولكن ربما لكن تحاربك عليه، قد تحاربك عليه. طيب فأقولها لك وبالله التوفيق، اسمعني جيدا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يمن علينا بالهداية وبالصدق وبالنور وبالعلم بالتوفيق بالقبول وبالنصر. أسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين. الراقي الذي القارئ يحتاج فقط أنه يستحضر ما يحفظ أو يضع مصحف أو حاسوب أو جوال. احنا لا، لابد ان نفهم، خاص يكون الصفاء، كن راحه، فهم باش تفرقوا وتفهموا شنو هي الرقيه. يرحمكم الوالدين. القارئ لا يحتاج ان يقارئ هذه الاشياء، يقرا يحسن صوته، يركز، يخشى. حلو. احنا لا، احنا الكلمه خاص ما تبقاش غادي في الخطا، لان الشعر انك غادي في الخطا بعيد عليه مخبأ، ولا هو في ودنا فؤاد. خاص تكون قريب منه وتعطيه الإشارات الصحيحة باش يعرف أنك صافي، الطعم الجيد، الصنارة الجيدة، الرمية الجيدة، وكذلك تكون عندك القوة في الذراع حتى
جبته بإذن الله تعالى من واد أو من بحر أو من هكذا. إذا خص يكون عندك أحيانا خص يكون في كامل الإدراك والوعي الحظ معقد. سبحان الله. هذا كتشوف بعض الرقوقات الرقيات كتختلف. خلاص سبحان الله مندفع وتجيك الكلمات واللغة والفصاحة والآيات والإقبال والقرآن سبحان الله من الله تكون فيها واحد شيء أسرار كتجتمع. كي لما كتجي الأكدار كتجتمع. طب الله عز وجل معونة على كل حال. طيب أنت موجود الآن نراك بفضل الله في البطن ونراك في اليدين ورفع الماسونية الآن. شو أنا كنتكلم معاكم هو رفع الماسونية. أجي اللي كتقول لي ما كاين والو أجي قرب حدايا قرب حدايا. لو كان يؤذن لي فقط سأبين لكم. لماذا؟ لأن كنعرف شو كنقول. الآن رفع الماسونية هنا وهنا انتفاضة في اليدين. بقين هكا نوضح الصورة. وأنا أجزم أن الإصابة قوية وعلى كل بيت عشرة كلهم عندهم طلاق تعطيه زواج تام كراهية وعداوة فيما بينهم رمت من فمها أشياء تتأثر فقط بالأشياء العظيمة والقوية جدا. والله المستعان. الصوت أخوي أنا ما نقاش هذه كان حتى حاجة الصوت. بسم الله. طيب الله أكبر. بسم الله. الله الله العظيم كنمشي مرات لمراكش شو كان يجي معايا هذاك الخاص بيا وكل مرة كنمشي وكان مرتين باش تعرف أن العطر خلاص يعني. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يليق بك ميكرو الأذن شيخ. والله شوف الأمر ماشي في ميكرو الأذن ممكن يجيبوا أي حاجة بفضل الله خاص غير هذا أنا آذن لكل من معي لقى شي حاجة خاصة خاصه تصوب ولو تكلف ما تكلف لأن أهم شيء هو الصوت أهم شيء وراحة المريض أهم شيء هو يكون في الجو يكون جيد. أنا ما فوق طاقتي لا أولى خلاص. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. واش مشينا نجيب ميكرو نجيبه ولا أعطي الإذن في كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى كل المسلمين والمسلمات بالخيرات والنور والتوفيق والبركات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول في القول والعمل. أسأل الله جل وعلا أن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحماته. أسأل الله جل وعلا أن يصب علينا الرحمات والخير والجود والبركات. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل مسلم ومسلم في شفاء وبلسم ودواء وصحة وعافية وإيمان وتقوى. أسأل الله عز وجل في هذا المجلس الطيب المبارك وفي هذا المكان يتلى فيه كتابه وندب عن أعراض عباده وعياله وعن دمائهم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل قربة تقربنا إلى جناته ومحبته ومرضاته. أسأل الله سبحانه وتعالى بهذا العمل أن ينصرنا نصرا عزيزا وأن يوفقنا وأن يجعل لنا الخير عن يميننا وعن شمالنا وفوقنا في كل نواحي حياتنا. أسأل الله جل وعلا أن نرى الخير والنور والبركات في أنفسنا وفي أهلينا وأبنائنا وذوينا ووالدينا وفي مرضانا. اللهم آمين 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 يا رب العالمين. رسالتي وجهه إلى الماسونين الذي الآن خلاص صعد صعودا تاما. الفرق وهي أنا كنعالج وكنعلم في نفس الوقت. صلى الله يوفقنا للخير. هو الآن موجود باش نقول لكم الحديث سجل وقت ماشي قضية وقت لنا نبغوا نظهروا العضلات ولا كاين مسألة وقت. أحيانا الحالات تحتاج وقت. علاش؟ لأن حتى تأتي إليك فئة مسلمة تفك عقدها
لأن الكلام ما يكون إنسان كان يتكلم معكم في غفلة عن الناس تستفيد. واهم من يظن هذا، لأن الكلام مقصود به الإنسان، مقصود به الرجال والشياطين الكبار، فهو الآن صائب. لكن لما كان بيه لكم كان بيه لي في نفس الوقت، يقول هو كيف فهمنا، هو وضح لنا هادشي ولكن فعلا في المسلم تقول نعم يفقه الأمر على دراية به بإذن الله فيستبشرون خيرا. وبالتالي كترى حينما تستبشر في المسلمة تتقوى وكترتاح نفسيا وكستجب، أو يصعد الكبير ويتحدقك لا لن يكون هذا فيصعد هو يستجيب، وفي كلا الأمر خير لنا بفضل الله تعالى، هو أن نأتي بفضل الله نعلي كلمة الحق في قلب الإنسان وفي قلب مسلم الجان، وكذلك أن يهتدي ذاك الكافر الذي كان يتربع على أو يؤذي الإنس أو يؤذي الجان. هذه أمور كذلك لا بد أن نبينها إن شاء الله عز وجل، وهذه منهجية بفضل الله سبحانه وتعالى وهي نافعة المتبع بفضل الله جل وعلا. فأنا رسالتي وجهها إليك، أخذت عقلها، أخذت لبها، وأخذت جمالها، وأخذت قوامها كما أخذت ومن معك أخذوا إخوانها وأخواتها كذلك والأب والأم. إذن العهد عظيم والوعد عظيم، فالسلاسل والقيود على النسل والسلالة على الأب والأم والأبناء والبنات. ولهذا هي تتأثر حينما تكون رقية قوية على ذكي الحصون، تكون الرقية قوية على ذكي الحصون. فلهذا نقولها وبالله التوفيق، لا بد أن أصحاب الحال قويا يستمعوا إلى ما أوصيكم به، وهي ذكي الحصون، السلاسل، الأغلال، الأطفال، جبارون، المتكبرون، الملوك، التيجان، وهكذا. هذه الأنواع القوية جدا لا بد من الاستماع إليها بشكل تفجير العقد، تفجير السلاسل نسفها وهذه الأمور، وتكون بشكل متكرر وقوي جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. حينها بإذن الله عز وجل تبدأ ترى علامات ولو كانت خفية داخل البدن، وهي دلالة على وجود يعني دخلاء في البدن، وعلى المعالج يكون صادقا مع المرضى، يقول خطوات تصل إلى الهدف. لابد يقول لابد أن تكون هناك جلسات قوية على بعلاجات على العاب حتى يتجلى ويظهر، لكن لا يغش الناس وليس بك علة أو خلاص يعني انتهت العلة دون أن يجلي شيئا ملموسا. يعني نحن لا نعالج هنا بأمور غيبية، يعني نعالج أمور غيبية بأمور جلية، هذا هو اللي خص يتفهم. نعالج شياطين خفية بمناهج وبرامج عملية جلية بفضل الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله تعالى كل الإخوة والأخوات النصر والتوفيق، وأن يعينهم الله تعالى الحالات وعلى شفائها ودوائها إن شاء الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يجعل لهم النور والبركة في قولهم وفي سعيهم وفي عملهم. أسأل الله تعالى كل معالج أن يجعل الله تعالى التوفيق والبركة في آية يتلوها وفي دعاء يحرك به نفسه وغيره. أسأل الله سبحانه وتعالى لكل معالج النور أسأل الله تعالى لكل معالج البركة والتوفيق والسداد، لأن الناس تحتاج، الناس فعلا تحتاج هذا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذرياته والتابعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسون يتألم بالصلاة على النبي، مسون يتألم بالصلاة على النبي، شيطان يتألم بالصلاة على النبي، شيطان يتألم بالصلاة على النبي، حصونه تدب 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 بالصلاة على النبي، سلاسله تقطع بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل اللهم على نبينا محمد، صل اللهم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. صل اللهم على نبينا محمد، صل اللهم على نبينا محمد، صل اللهم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بالصلاة على النبي يحرق كل نسوني، بالصلاة على النبي يحرق كل شيطان نسوني، يحرق كل شيطان نسوني، يحرق كل شيطان نسوني. بالصلاة على النبي يحرق كل شيطان نسوني، يحرق كل شيطان نسوني، يحرق كل شيطان نسوني. بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي يحرق كل شيطان نسوني، يحرق كل شيطان نسوني، يحرق كل شيطان نسوني. بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي يحرق كل شيطان نسوني، يحرق كل شيطان نسوني. بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي يحرق كل شيطان نسوني، يحرق كل شيطان نسوني، يحرق كل شيطان نسوني. بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي يحرق كل شيطان نسوني، يحرق كل شيطان نسوني، يحرق كل شيطان نسوني. بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي يحرق كل شيطان نسوني، شيطان نسوني، شيطان نسوني، شيطان نسوني، ملك نسوني، ملك نسوني، طيار نسوني، طيار نسوني، بأجنحته نسوني، بأجنحته نسوني، بأجنحته نسوني، ملك نسوني، شيطان نسوني، شيطان ساحر نسوني، شيطان ساحر نسوني، شيطان ساحر نسوني، في الرأس شيطان نسوني، في الرأس شيطان نسوني، في العينين شيطان نسوني، في الصدر والقلب شيطان، في الصدر والقلب شيطان، على الصدر والقلب شيطان، في البطن شيطان، في الرحم 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 شيطان، في الفخذ شيطان، في الفخذ شيطان، في العورات شيطان. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل اللهم وسلم وبارك، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، على نبينا محمد، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا 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 محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صلاة بها تفك رقاب المؤمنين، صلاة بها تحل رقاب المؤمنين، بها تفك رقاب المؤمنين، بها تفك رقاب المؤمنين، بها تفك رقاب المؤمنين، بها تحل رقاب المؤمنين، تحل تفك 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 رقاب المؤمنين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم صل على محمد، 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 صلاة بها تفك رقاب المؤمنين، المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات، اللهم صل على محمد، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاة بها تفك رقاب المؤمنين، المؤمنين 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 المؤمنين، المؤمنات المؤمنات، في الجسد مؤمنين، في الجسد مؤمنات، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نسمعهم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، بسم الله بسم الله، اختفى المسوني، رفع التوحيد في اليمين وفي الشمال بقوة، رفع التوحيد في اليمين وفي الشمال بقوة، رفع التوحيد في اليمين وفي الشمال بقوة، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، بالصلاة على النبي فكت رقاب المؤمنين، رقاب المؤمنات، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، 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 صل اللهم وسلم وبارك على نبينا من بطن الأم يغد في القد على الجسد يغد من بطن الأم يغد في الجسد يغد من بطن الأم يغد في الجسد يغد بالمورات يغد على الزهرية يغد بالدم يغد بالدم يغد بالدم يغد، اللهم صل على نبينا، صل اللهم على حبيبنا، صل اللهم على شفيعنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، معشر الجان مسلمون مؤمنون، مسلمات مؤمنات، مسلمون مؤمنات، مسلمات مؤمنات، صلوا على النبي محمد في الجسد، صلوا على النبي محمد في الحصان، صلوا على النبي محمد في كل أسر، صلوا على النبي محمد على كل سحر، صلوا على النبي محمد على كل عهد، صلوا على النبي محمد، حبسوكم سنين، عذبوكم سنين، حبسوكم سنين، أمراكم بالإثم سنين، بالقطيعة سنين، بالتشويه سنين، بالتمريض سنين، بالتعطيل سنين، بالمحك سنين، بالذلة سنين، صلوا على نبينا محمد، صلوا على نبيكم
محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. صل اللهم وسلم وبارك ببركة الصلاة عليه تفك رقابكم، ببركة الصلاة عليه تحل عقدكم، ببركة الصلاة عليه تبطل أسحار عليكم. صل على نبينا. اللهم صل على محمد. صل اللهم على نبينا محمد. صل اللهم على نبينا محمد. صل اللهم على نبينا، على نبينا، على نبينا. بسم الله نسمعها بسم الله لمن آمن بالله آمنت بالله آمنوا بالله. نسمعها لمن آمن بالله آمنت بالله آمنوا بالله. نسمعهم جميعا، نسمعكم جميعا. اللهم صل على محمد. صل اللهم على نبينا محمد. في الجسد مسوني ساحر كبير، على الجسد مسوني ساحر كبير. اختفى سني من الصغر، اختفى سني من الصبا، اختفى سني في الكبار. مسوني 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 لم نقلها صعد في جبر أي نعم. مسوني 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 ولا نجرب لما قلنا المسلم رفعوها ويحركونها أي سجينوا. لم بدنا في المسوني رفعها في قلنا هنا نعم. فعودة تبقى بسم الله بسم الله بسم الله. نسمعها لمسوني مسوني يسمع الآن. مسوني ظلم الجسد سنين، عذب الجسد سنين، سهر الجسد سنين، عطل الخيرات والنور والبركات. مسوني مسوني بأسحار عظيمة، مسوني بأسحار قديمة. مسوني مسوني حارسة حارسة ثعبان. مسوني ثعبان مسوني ثعبان مسوني ثعبان مسوني من المجاري. مسوني بالدماء مسوني بالنجاسات. مسوني ثعبان 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 مسوني. عذبتها ثعبان مسوني، عطلت زواجها ثعبان مسوني، أمرضتها ثعبان مسوني، شوت جمالها ثعبان مسوني، محقت مالها ثعبان 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 مسوني ثعبان 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 مسوني ثعبان 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 مسوني ثعبان 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 مسوني ثعبان ثعبان جلاك الله ثعبان ثعبان مسوني. شيطان مسوني شيطان مسوني شيطان مسوني على أمها مسوني، على أخواتها مسوني، عليها مسوني، على البيت مسوني، على العرق مسوني، على النسل مسوني، على السلالة مسوني، على البيت مسوني، على البيت مسوني. كلاب ترحم حوله، كلاب حوله، كلاب داخله، شياطين حوله، شياطين داخله. بيت مسحور بسحر قوي، بيت مسحور بسحر قوي، نسل مسحور بسحر قوي، عرق مسحور بسحر قوي، سلاله مسحوره بسحر قوي، الاب والاب بسحر قوي، الابناء والبنات بسحر قوي، مدارس الطينه بسحر قوي، حول البيت بسحر قوي، على البيت بسحر قوي، داخل البيت بسحر قوي. اي نعم أي نعم بسحر قوي جلاهم الله عز وجل. فإني أقول والآن الخطوة القادمة أو المقبلة أو التي نقدم عليها بعدما الآن خلاص جلاهم الله، ماذا على المعالج الآن؟ الخطوة هي الآن أن يبدأ في سمع وتابع بإذن الله جل وعلا. مش نقولها مش بيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن ربكم الله، إن ربكم الله. يا
يا معشر المسون إن ربكم الله ليس إبليس، ربنا وربكم الله، الأحد الصمد الله، الفرد الصمد الله، إن ربكم الله، إن ربكم الله. الشيطان مطرود من رحمة الله، الشيطان مطرود من رحمة الله، الشيطان مطرود من رحمة الله، شيطانكم مطرود، ربكم مطرود من رحمة الله. معشر المسون سحركم عظيم، على البيت عظيم، على البيت عظيم، على الأب عظيم، على الأم عظيم، على الأب عظيم، على الأم عظيم. معشر المسون إن ربكم الله، إن ربكم الله، سحرهم عظيم قوي قديم، به تملكوا الأجساد في البيت، به تملكتم الأجساد في البيت، به تملكتم الأجساد في البيت. مسؤول الطيار يسمع الآن ويرى، مسؤول الطيار يسمع الآن ويرى، قدم جنده يسمع الآن ويرى، قدم خدام يسمع الآن ويرى. شيطان مسوني، شيطان مسوني، على الباب وقف، في أبواب البيت وقف، شيطان أكل في البيت، عشى في البيت، نام في البيت، استقر في البيت، مسوني ساكن في البيت وأهلي، في البيت وأهلي. شيطان للذلة في كل شيء، مسوني للذلة في كل شيء، شيطان مسوني للذلة في كل شيء، للتعطيل في كل شيء، يسمع الآن ويرى ثعبان. يسمع الآن ويرى، الله أكبر من كل ساحر خفي، في القلب خفي، على القلب خفي، في العقل خفي، على العقل خفي، في المبايض خفي، على المبايض خفي. شيطان تقوى بالعين، بالعين والنظر، بالحسد والنظر، بالعين والنظر، بالحسد والنظر، بالعين والنظر، بالحسد والنظر، بالعين والنظر، بالحسد والنظر، تقويت بالعين، بالعين والنظر، بالحسد والنظر، بالعين والنظر، بالحسد والنظر. علم حالها عند الجاد وملوك الجاد والشياطين الكلاب، علم حالها عند الأبارزة بسرها، بأسرارها، بدنها، بزهريتها، بأسحار أمها، علم حالها
أحوالها تكالبت عليها نظرات من الجن من الجن نظرات في نظرتها في ملابها نظرات من الجن نظرات من الجن بها تقاعد بها احتميت بها اختفيت شيطان مسوني ساحل مسوني عاشق مسوني ساحل مسوني عاشق مسوني ملك 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 في عقلها اختفيت ملك 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 في قلبي اختفيت ملك 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 في بطنها اختفيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا جلاله الله جلاله الله من رقاد جلاله الله من سبات جلاله الله من غفلة جلاله الله من حصون جلاهم الله بالأسحاب جلاهم الله بالموروث جلاهم الله بالعشق جلاهم الله مرض نفسي هذا المرضى نفسية يقول هذا الشيء الخاص ويتمر ساعة وساعتين وثلاثة واربعة كنقول تكون متعلم الشرقية ضامر لم يعذبناش والله العظيم كنقولها بصدق تكون ما تعلمناش ضميرنا ما يعذبناش لكن والله إن تنحي نتنحى بشرف أقسم بالله والناس يعرفوا قيمة هادشي ما بعد يقولوا شوفيتو كيفاش كانت السكينية والأيام تنبئكم أقسم بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اسمعوا جيدا فوالله إني أرجوكم الخير أقسم بالله إني أرجوكم الخير اختفيتم في سنين عذبتم هذا الجسد عذبت المسكين ما كاينش واحد في الطريق والفيا في وقت المفازات والبحار ويجي ويتهرب باغي يفوج لا باغي ياخذ العطلة كيعرف كيفاش ياخذ الإنسان حتى لا بغي يقضي مصالح ولا كيعرف كيفاش لكن الإنسان يجي وقال إلا والحرقة فيه كي بعض المرضى يقول لك لو كان جزء من جسمي تقطع ونعيش حياتي سعيق وحياتي ومرتاح يقول لك ماشي مشكلة لكن لا أعرف كيف أعيش يا الله يا الله اسمع الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله تدك حصون بسم الله بها تدك حصون بسم الله بها تدك حصون بسم الله في الجو حصون في البطن حصون بسم الله بها تدك حصون بها تدك حصون بها تدك حصون في البطن حصون في الرحم حصون ويمكرون والله خير الماكرين بسم الله بها تدك حصون بها تدك حصون في العقل حصون في الدهاء حصون بسم الله بها تدك حصون في موضع التاج حصون في موضع التاج حصون بها تدك حصون
بسم الله ببركتها بنورها بقوتها تدق حصون في العقل حصون في القافية حصون في النحر حصون لشيطان حصون لساحر حصون بسم الله بها تدق حصون بقوي بذهائي بذكائي بفهمي بسحري بتقلبي بأحوالي بقوتي بجندي بحصوني حصون بسم الله تدق حصون في مسام الراس حصون في فروة الراس حصون على الشعر حصون على العقل حصون على العظام حصون بسم الله تدق حصون بسم الله تدق حصون تدق حصون بالعقد حصون بالعقد حصون بالنفث حصون بالنجاسات حصون بالدماء حصون بسم الله تدق حصون قوية بما حصون قوية بمارد حصون قوية بشيطان مارد طيار يسمع طيار يسمع على النسل طيار على السلال طيار على الإخوة طيار على الأخوات طيار على الأب والأم طيار طيار في البلد طيار في كل مكان طيار بأجنحة بيضاء طيار بأجنحة حمراء طيار بأجنحة سوداء طيار بأجنحة ذهبية طيار بأجنحة رمادية رمادية طيار بأجنحة بنية طيار بأجنحة بيضاء بأجنحة بيضاء بأجنحة بيضاء بأجنحة بيضاء بأجنحة بيضاء طيار ملك ملك قوي كبير طيار ملك 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 قوي كبير طيار ملك 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 قوي 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 كبير 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 سح 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 عش 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 طيار ملك طيار بأجرحته طيار بقوته طيار بأجرحته طيار بأجنحة طيار بأجنحة طيار لا إله إلا الله 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 الحمد لله رب العالمين حمداً كبيراً كثيراً طيباً مباركاً فيه جل الله جل وعلا ما يدعو مجال الشك مسوني شيطان طيار وفئة مسلمة أيها الطيار عذبت هذه الأخت عذبتها كثيراً وسبق ورأت طائر كبير لكن لم ترى منه إلا أجنحة فقط بيضاء طويلة عريضة وقوية فاسمع واعلم فاسمع واعلم فاسمع واعلم طاعة الله جل وعلا طاعة المولى سبحانه وتعالى عزمت الأب والأم وعزمت الإخوة والأخوات وعزمته أيضا داخلة في منظومة السحر الطويل المعقود على النسل والسلالة وعلى الأبناء والبنات وعلى البيت كله واعلم أن الله جل وعلا حظى بكل شيء عندما يبطل سبحانه وتعالى كل سحر كان لها وكان لأمها ولإخوة وأختها وكل عين أصابته من جارات وقريبات وصديقات
تطال بإذن الله رب الأرض والسماوات. فاسمع واعلم وأنت معك جند وخدام حراس وأعوان في فخذها وفي مبردها وقلبها ورأسها. إني أوصيك بتقوى الله جل وعلا ولسان الطاعة والتعاون على البر والتقوى. أحببت أن تكون الجلسة بإذن الله جل وعلا طويلة، لكن الحالات لا ترحمني، تريد أن تمر وتريد الاستفادة. وأنا ناصح أمين وأقول وأصعد هذه الحالات، يجب أن يكون التنسيق معي شخصيا ويكون على راحة بال ومزاج وبعد عن كل الشرائب وبعد عن كل الأخلاط وعن كل للإفادة. يعني قالوا أنها نفسية، لا، شياطين صاعدة، الطيار صاعد، العين حست من آثارها وصرخها أيضا، وكل شيء واضح جليل. ولم يسلك إلا 1% من الذي وجب أن نسير عليه. وكلامي السؤال الصريح، أحيانا يجب مشاكل، بمعنى أن سلم مسلسل العلاجات حتى تتمينه بالخطوات التي أنا أعلمها لكم، هذه السلسلة حتى تأتي أكلة بإذن الله، يلزم أن تكون هناك قصيرة في السير وضوح في السير. وإلا فإن العلاج لا يكون صحيحا ولا يكون صحيحا. هذه فقط تبرئة لذمة أمام الله سبحانه وتعالى، قولها لله عز وجل. المهم الآن بفضل الله جل وعلا قولها للأخت، لا بد من حصار البرنامج ولا بد من الاستماع ما يفيد صوتي الله بإذن الله والمسلم الصاعد. الفئة المسلمة صعدت، هي سمعت ما كانت تصرخ به، تئن وكل هذه الأحوال، ونعزم أن الإصابة عندها موجودة وقوية. فالآن فقط كأننا شخص تشخيصا دقيقا قويا، لكن العلاج يحتاج كذلك إلى موقف ووضوح بإذن الله تعالى حتى تستفيد هي وكل من على شكلتها. وإلا قولوا والله المستفيد يبقى هو المعالج، الله بالله وتالله كلامك جرعي المشاكل، لكن أقوله لكم صراحة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وأختم برسالة وجهها لكل جني، سواء بداية الفئة المسلمة، لأن كان عنا مقاومة الفئة المسلمة وقت، لكن وقت عندنا محدود، لأن خاصة الفئة المسلمة تحرر وفوق التحرير تكون هي صاحبة الشعلة والقوة. ورأينا لما أكدنا على الإسلام صعد هنا وهنا بفضل الله تعالى، وهو نزل الماسوني، حتى الماسوني الآن هكذا، شيء هكذا يعني الحمد لله. لكن سمعنا البنت كبرت تحل العقد في العين والحسد وغيره بدأت بالصراخ، ما كان مدخل لنطق الكلام، لكن يحتاج إلى وقت. الوقت هذا هو الذي أنا كنت أقول لكم صبروا عليا تمهلوا عليا، ولكن بعض الناس كتصحبني بحال كنخلوهم بحال كنصدها. هذا هو اللي بالحقيقة، ولكن داروا فيه خير، حيت أنا الناس نحيدهم باش نولي بحالي بحال سائر الناس، ولكن ما غنغشوش، وش يقول الله ما نغش واحد، غير هو خاص اللي نقول هذا اللي بغى الخير اللي نقول عليه يديرها. ما عاد تعلمش نكذب ونغش المفضل، لأن كنحب المجال وكنحب النتائج، كاللي نقول ليه يديرها، اللي يتبع لي كنقول له راه يوصل الخير، اللي ما كيتبعنيش وتبع جهة أخرى منو ليها وحسابه يوم القيامة عليها ماشي عليا أنا. ما كنقولها غير تبع جهة أخرى وغتلفوا على البرنامج وتلفوا على العلاج، حساب يوم القيامة عليها ماشي عليا أنا، حساب يوم القيامة على الجهة التي هي اللي كانسل في هذا. أما أنا الحمد لله كنعرف كيفاش كنت أنا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
قبل ما نختمو اعطيني اختي شنو اعطيني شنو عندك شنو حسيتي احساس داخلي او احساس خارجي اعطيني كل شيء بقاي تما بقاي اعطيني ها الالم جهه الحوض طيب شديد رعشه في الشق اليمين رعشه في الشق اليمين في اليد اليمنى معرفة الماسونيه احيانا كترفع بزمنه كتغير كترفع التوحيد احيانا كترفع التوحيد في اليدين بجوج بقوه طيب جا واحد لقيته في العين وحس بحال بحال واحد الصراخ صح طيب حسيت بشي بكاء ولا لا بكاء طيب جميل بكاء وصراخ طيب جميل اعطيني الاحساس ديال القلب الاحساس الداخلي الوجداني عادي عادي طيب جميل واخا ماشي مشكل بالنسبه لداخل الجسد كاين حركات كاين نبض لا فين في الفخذ الفخذ الشمال بجوج ولا اليمين بجوج طيب الالم في الفخذين حركه التوحيد والماسونيه احساس بالبكاء والصراخ الامور واضحه دابا شنو خاص اختي باش نوضح لك الصوره دابا خاص داك دابا خاص الموعظه القويه للمسلمين وتكون كيف ديك الجلسات كنشوفو عندنا في القاعه ديال المسلمين كيتقوى وتكون قوه على الشيطان المسلم كاين ثعبان وكاين طيار لما كنقول لما قد طيار عقلتي حركه الطير اللي عملتي جمعتي يديك وكا كان حركه الطير صح جميل اذا الامور ما معقده ما والو هي فعلا خصها غير فهم الحمد لله واضحه ما كاين مس وهمي ولا مرض نفسي السيده مريضه والده كل مرض خوته كل امراه لكن اصحاب كتكون قويه على الموروث بالسلاله كما كتعرفوا كاملين فاذا خاصها المتابعه وخاصها الاجتهاد المسكينه طاقتها محدوده هي واخا تجتهد راه مزيان كتخفف العناء وكتخفف العذاب ولكن خاص قوه خارجيه تساعد وتعين في ذلك باذن الله عز وجل هذا هو اللي بغينا نوضحه للناس ف خير ان شاء الله تعالى شوف دابا مع الحمد لله الماء البارد بفضل الله سبحانه وتعالى شوف كتكون نتائج ومع الرقيه كتكون تخيل معي تزيد في البرامج الاخرى اللي نتوما عارفين كنتبعوها ومع الادويه ومع الجلسات المطوله كيف غادي ما يصبرش عشنا معك كثر من هذا ما يصبرش هي بكية صرخ حرب في البدن يصعد لكن خاص فقط اتباع البرامج وخطوات هذا هو اللي كاين طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد خاصك ضرب كلشي باش شتي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.